شلاما عم خون عما عم روحا. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح للبشير متى في الأحد الرابع من زمن تقديس الكنيسة. كدوا وبريشة جميعة كم باقيرين إيشو إميري ما كمروتنا لدمشيحة برد منيلة إميري طالح برداويد إميري طاليهن ديخ بدم داوث قاري لبروحة مريا سبب إميرة مريا تستادي إيتو من يم منتي هلد الدارن دجمنا ديو خو أقلاثو بدم إن داوث قاري لمريا دخي لبروني لناشا واللي بتيو الجواب لم جاسر وناشا من أو يوم مباقر والي. حينئذ كلم يسوع الجموع وتلاميذه قائلا لهم: على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فمهما قالوا لكم أن تحفظوا فاحفظوه واعملوا به، ولكن مثل أعمالهم لا تعملون، لأنهم يقولون ولا يفعلون، ويحزمون أحمالا ثقالا ويجعلونها على أكتاف الناس وهم لا يريدون أن يلمسوها بإصبعهم، وكل أعمالهم يصنعونها حتى يراهم الناس، لأنهم يعرضون عصائبهم ويطولون أهداب ثيابهم ويحبون أول المتكئات في العشاءات وصدور المجالس في المجامع والتحية في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تدعوا يا معلم، فإن معلمكم واحد وأنتم جميعا أخوة. ولا تدعوا لكم أبا على الأرض، فإن أباكم واحد وهو الذي في السماوات. ولا تدعوا مدبرين، لأن مدبركم واحد وهو المسيح. والكبير فيكم فليكن لكم خادما. وشوحة لا لها أمينائي. بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد آمين. سلام ونعمة ربنا يسوع المسيح تكون معكم دائما آمين. من كنيسة مارغورغيس شبلي تاونشيب أقدم لكم شرح ليس بالموجز الكبير، وإنما بالموجز لكي نفهم نصنا للأحد القادم اللي هو من زمن تقديس الكنيسة لأحد الرابع من هذا الزمن. مثل ما قرينا بالنص كان مقطعين، أول مقطع يتكلم على كيف يدعو المسيح وداود ربا، فشكك الفريسيين بهذا الكلام. لما انتهى الفريسيون والهيرودسيون والصديقيون من أسئلتهم، اتجه يسوع إليهم بسؤال حتى يفحص كيف يفهمون المسيح وكيف رح يجي. كان الفريسيين يعرفون أن المسيح سيأتي من نسل داود، ولكنهم لم يدركوا أنه سيكون هو الله نفسه. فاقتبس يسوع من المزامير 110 ليبين لهم أن المسيح هو أعظم من داود. نشوفها في رسالة، أيضا في رسالة عبرانيين مرقولوس يستخدم نفس الآية لإثبات حقيقة يسوع. فأعظم سؤال علينا اليوم أن نجيب عليه هو: ماذا نؤمن عن المسيح؟
شلون احنا نفهم يسوع؟ نفهمه فقط من خلال الكتب ومن خلال السماع، او من خلال الحياة اللي عشناها نحن مع يسوع؟ كثير مهم انه اركز، ما نقدر نوصل يسوع، اي مكرس او مكرسة ما يقدرون يوصلون يسوع الا ان يعيشون يسوع، يلبسون يسوع. ما نريد احنا نسوي الله على قياسنا، لا، احنا كلتنا خدام لكلمة الله. فاليوم يسوع يسألنا كيف انت تفهم يسوع؟ كل الأسئلة الروحية الأخرى من غير الموضوع، من داخل ومن خارج الموضوع، أن نؤمن بشخص يسوع كما يسوع وصفه أن ذاته. هاي النقطة كلش مهمة، أنه يسوع هو وصف حياته أن، لأنه تجسد وصار إنسانا. لقد أصبحت تقاليد الفريسيين وتفسيراتهم وتطبيقاتهم للناموس، وهذا ما نشوفه في عصرنا اليوم. كثير من التفاسير ننطي ليسوع بلا ما نعيشها، بلا روحية تصير بلا أهمية. الأهم لديهم هؤلاء الكتب والفريسيين هو مثل الناموس الحرفي الذي يقتل، ولم تكن قوانينهم سيئة، فالبعض منها كان نافعا، ولكن المشكلة جاءت من القادة الدينيين. اعتبروا أن القوانين التي وضعها الناس مساوية تماما لشريعة الله. أمروا الناس بطاعة هذه القوانين التي عملوها دون أن يعملوا هم بأنفسهم. هاي النقطة كثير مهمة، أفرض أوامري بلا ما أنا أعيش هذه الأوامر، أفرض الواجبات وقوانين بلا ما أنا أطبقها. طاعة القوانين ليس إكراما لله، بل ليظهروا أنفسهم صالحين أمام الشعب، ليمجدوهم. منتظرين، لم يدن الرب يسوع ما كانوا يعلمون به، ولكنه أدان ما كانوا عليه من الرياء، يقولون ولا يفعلون. وكان مثل ما سمعنا من خلال النص أنهم يضعون عصائب على جباههم ويربطونها على أيديهم، وهذه العصائب تحتوي على آيات كتابية من العهد القديم، سفر الخروج خاصة. وكان الفريسيين يلبسونها لأن سفر الخروج يأمر الناس بأن يحفظوا كلمة الله قريبة من قلوبهم، سفر الخروج، وقد أخذوا ذلك مأخذا حرفيا. لكن هذه العصاب أصبحت أكثر أهمية للمكانة التي منحها لهم أكثر منها للحق الذي كانت تحتويه. كانت تطلب من عندنا الخدمة والتواضع والتعليم الصحيح ونبشر والنبوءات اللي كانت تتنبأ على مجيء يسوع، لكن أصبحت أهم لأنه يطبقون الحرف. يسوع كشف مرة أخرى مواقف هؤلاء القادة الدينيين، فقد كانوا يعرفون الكتب ولكنهم لم يعيشوا مضمون هذه الكتب. لم يكن يهمهم أن يكونوا أتقياء، بل كان يكفيهم الظهور بمظهر التقوى ليحوزوا إعجاب الناس والمديح. وكثيرون من الناس نشوفهم اليوم في وقتنا الحاضر في عصرنا يعرفون الكتب مثل الفريسيين، ولا يتركون له الفرصة للغير حتى يعيشون كلمة الله، فيقولون أنهم يتبعون الرب يسوع لكنهم لا يعيشون بمقتضى مبادئه، مبادئ المحبة، مبادئ يسعى الناس دائما نشوف وراء مراكز القيادة، ليس لإدارة الأعمال فحسب، بل للأسف نشوفها في داخل مؤسساتنا الروحية، الأديار والكنائس وغيرها. ويصبح هذا خطر متى أصبحت محبة المركز أقوى من محبة الله، ولائنا لله، خدمتنا لكلمة الله، وهو ما يحدث مع الفريسيين. فالرب يسوع لا يعترض
على كل قيادة، فنحن في حاجة إلى هذه القيادة، قادة المؤمنين، ولكنه يعترض على كيفية إدارة هذه القيادة، كيفية خدمة هذه القيادة اللي يخدمون نفسهم أكثر مما يخدمون الآخرين. تحدى الرب يسوع معايير المجتمع، أرادوا أن يقيموه ملكاً عليهم فاختفى بين أنظارهم. فالعظمة عنده تأتي الخدمة، الإنسان العظيم هو الذي يخدم بكل أمانة وأخلاص، هو الذي يبذل ذاته من أجل الله والآخرين. فالخدمة تجعلنا منتبهين لحاجات الآخرين وليس لحاجاتي أنا، تحفظنا من التركيز على ذواتنا الأنا، ما لازم نقول دائما أنا أنا أنا. المكرس أعطى ذاته الأنا، أصبح أنتم، فهذا هو المكرس اللي يقدم ذاته خدمة للآخرين. فالخدمة مثل ما قلنا تجعلنا منتبهين لحاجات الآخرين. جاء يسوع ليخدم لا ليخدم. فما نوع العظمة التي نسعى إليها نحن اليوم؟ مثل ما سعى وراها يسوع؟ حاشا له. لقد جلس الكتب والفريسيون على كرسي موسى، أي تسلموا ناموسه لكي يسجلوه ويقرؤوه ويفسروه، فما ينطقون به ليس من عندهم ولكن من عند الكرسي الذي يجلسون عليه. هو ثمرة أن ما ينطقون به هو ثمرة الفساد الذي يعيشون، وهذا هي ثمرة الكرسي الذي ليس هو ثمرة الكرسي الذين يعيشونه. فالأشياء اللي تطلع من عندهم السيئة من هؤلاء القادة فهو ليس ثمرة كرسي موسى أو كرسي أصباط إسرائيل، وإنما ثمرة أعمالهم الحياتية. فهي أعمالهم عظمة مرة قاتلة تحمل ثمار قلوبهم الدنيسة. لهذا شجع يسوع الشعب أن يسمعوا لهم فيما يصدر عن الكرسي الذي يجلسون عليه وليس ما ينبع من قلوبهم. يقول يسوع فإنهم يحزمون حمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم. الوصية في ذاتها ليست مستحيلة ولا ثقيلة، وإنما تصدر عن معلمين لا يجاهدون فيها، يجهدون الشعب أحمالا ثقيلة عسرة الحمل، وحزمها المعلمون لا ليحملوها مع الشعب. ماكو تعاون بين القادة والشعب، بين المسؤول ورعيته. هنا يطلب اثنيناتنا لازم نرفع هذه الأحمال ونتعاون في بناء هيكل الله، هيكل يسوع، بناء المجتمع، بناء الكنيسة. وهم لا يفكرون حتى مجرد أن يمسكوها بإصبعهم. على العكس فإن ذات الوصية إذ يقدمها معلمون مختبرون مجاهدون يفرح بها الشعب ويتسابقون على حملها معهم. هذا هو الراعي الصالح، أنه يكون هو قائد. القائد شنو الراعي؟ أنه يمشي أمام رعيته. هو القائد يكون بالأمام دائما، ما يكون بالخلف. فالراعي اللي يكون بالخلف هو أجير، ما هو ينطي نفسه للآخرين في سبيل رعيتهم. يترك كرسي مجده لينزل ويخدم وسط شعبه، يحمل أثقالنا. هذا هو المسؤول اللي يترك منصبه ويخدم. يسوع ركع وغسل أرجل حتى يكمل الناموس عنا، فيصير هو قدوة لنا، نير لنا، وهو يكون هنيئا لهذا الحمل الخفيف اللي يحمله. ذكرنا العصائب التي تربط على رؤوسهم وأهداب ثيابهم التي تغطي أخمص أقدامهم. ينشغلون المرائين بهذه العصابات الجميلة والعريضة تغطي رأسهم وذهنهم، فلا يفكر في أمور حياته الداخلية ولا في خلاص نفسه، فلا يمكن أن يرتفع بذهنه إلى السماويات ويبقى منشغلاً بالجمال الأرضي الزمني والمليح الباطل.
والأهداب الذهبية التي يطولونها من أسفل ثيابهم حتى تصل أخماس أقدامهم، فيقف جامداً أسير نظرة الناس لأنهم يتعجبون من هذه الملابس اللي يلبسوها، لا يقدر أن يتحرك في الطريق حتى ما تتوسخ لأنه يشوفها حاجة، هو أن يرون الناس بأجمل المظاهر ونسوا يسوع. طريق الخلاص هو طريق الدم، طريق الجلجلة، يسقط ويقف يسوع 3 مرات، وقع على الأرض من حمل خطايانا حتى ننسير في هذا، وإحنا نخاف على هندامنا أن نلبسه حتى يشوفون الآخرين ويمجدونا ونترك تمجيد لله. يسحب الرياء قلب المعلم من أعماقه الداخلية ليلهيه هذه العصابة الموجودة على الرأس، والأهداب وثوبه تلهيه عن خدمة الآخرين، ويحس في فراغ شديد فلا يقدر أن يطلب ما يخص حياته أو حياة إخوته، وإنما يطلب المجد الباطل. أعزائي المشاهدين المستمعين الكرام، نعمة ربنا دائما تكون معكم. وذكر يسوع في مثلنا اليوم، إذا كنتم منتبهين على نصنا، أنه إذا دعيت في وليمة بدل من مشاركة الآخرين أفراحهم آلامهم أحزانهم بالحب الداخلي العملي، نتسابق نحن في جلوس المتكئات في أول الصدور، وما يهمنا ما هو للبنيان، وإنما نهتم في بنيان أنفسنا ونمجد نفسنا في المجالس الأولى. أن ننزل إلى الأسواق لا لكي نلتقي مع الشعب المحتاج، وإنما ننتظر من هذا الشعب التمجيد الباطل، التحيات والألقاب، يا سيدي يا معلم يا أبانا، وغيرها من الألفاظ والألقاب التي يطلقونها على مثل هؤلاء القادة. كله دعا المعلم الأعظم ربنا يسوع أن يدخل في بدء خدمته وليمة عرس محتلاً الوضع الأخير حتى يخدم ما ليخدم، مقدم ذاته خميرة جيدة للآخرين. نزول إلى الأسواق في تواضع ليحل بين الشعب حتى نكون واحد منهم، يحملهم على كتفيه بكونهم الخرافة الناطقة المريضة، يحتضنهم بالحب لينطلق بهم إلى السماويات. هذا هو أعزائي أخوتي خواتي الكرام المؤمنين بكلمة ربنا يسوع المسيح، السلطة للخدمة وليس الخدمة للسلطة، الكرسي لخدمة الشعب الذي انتخبه لهذا الكرسي، وليس أن نجعل الشعب خدام لهذا الكرسي. هذا ما يطلبه من عندنا اليوم يسوع، أنه نفكر في مسؤولياتنا تجاه أولاً ككمكرسين ككهنوتنا، نحافظ على نعمة الكهنوت، الوزنة التي على أكتافنا أن نحملها مثل ما يسوع حمل الصليب، نحمل هذه الوزنة والصليب حمله لخلاص الآخرين، وهذه الوزنة المعطيات أن كمكرسين أن تكون وسيلة لخلاص الآخرين. هي نعمة نحملها، خلال هاي النعمة التي نحملها في داخلنا ونعيشها لكي يرى الآخرون وجه يسوع في حياة كل مكرس ومكرسة، ليمجدوا الله الواحد فقط لا غير. آمين. نعمة ربنا يسوع معكم دائما وإلى الأبد. امر لعتابك صبيا.